بسم الله الرحمن الرحيم. صديق الكبيري، كاتب عام جمعية مغرب البيئة والتنمية المجالية خاصة بالباعة المتجولون. هذا هو السوق النموذجي اللي واقعين فيه الناس في هذا المأزق. هذا هو السوق النموذجي، ما عرفناه هو السوق واش نموذجي، كل كلمة فيه كتحيل. إلا كنا كنقولوا على السوق راه له وما عليه، هذا السوق هذا هو كما في هذه الحالة هذه بغاتنا السلطة، بغاتنا ندخلوا لهذا السوق هذا في الصيغة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا هذا إلا كان هذا السوق هذا بهذه الصيغة هذه اللي هو بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حنا خصنا نمشيو للحبس بهذا المنطلق. إلا كان هذا، حنا ما كنعرفوا لا في سياسة لا في قانون لا في اقتصاد لا في مالية لا في حتى شي حاجة، حنا مواطنين بوساطة ما كنعرفوش، ولكن كنعرفوا واحد الفكرة ملي كتقول لي أنت سوق نموذجي. سوق نموذجي، ملي كنمشي انا كنسوق نموذجي كنبحث على راسي وكنقلب انايا كنشوف الاسواق النموذجيه كنحس بالمراره، المراره اللي كنحس بها انا كنحس بها داك السيد هذا وداك البائع المتجول. علاش هاد المنطقه المرينيه هاد الاقصاء والتهميش شاف سوق نموذجي ما قديناش نقدوه بداك الشيء اللي بداك الرؤيه المولويه ديال صاحب الجلاله اللي قال لهم اسواق نموذجيه، اللي عطى الموافقه ديالو بان اسواق نموذجيه. علاش قالوا نموذجي؟ حيت نموذج يحتدى به، نموذج ديال التهذيب، نموذج ديال بلورات افكار تشاركيه جديده، نموذج باش نبينوا على الكفاءات الجمعويه، نموذج باش نجبدوا الشباب للمنطقه للاشتغال، نموذج ديال التنميه الحقيقيه، نموذج للتنميه التقدميه الجهويه التقدميه لداك الشعارات كلها. ملي جينا لهنايا هذا هو السوق النموذجي. دابا هذا نحكموا علينا كنقولوا هنا لصاحب الجلاله والمسؤولين، بالله عليكم واش هذا سوق نموذجي؟ بالله عليكم واش هذا سوق نموذجي؟ بالله عليكم واش هذا سوق نموذجي؟ ماشي سوق نموذجي هذا، هاد العربات هادو اللي دايرين بحال هكا، هاد العربات هادو، هاد العربات هادو، اش من صيغه حنا غنقبلوا عليهم؟ هاد العربات هادو، حيت حنا ملي مشينا كنشوفوا اسواق وحدين اخرين نموذجيين لقينا ذاك المقاول هو اللي دخل في السياق ومشى باش ينجح المشروع ديالو، ماشي باش ينجح المشروع المبادره، باش ينجح لوكال باش تعطر فيه الانطلاقه باش يشد هو رزقه. حنايا هذا السوق النموذجي هذا، هذا السوق النموذجي هذا، حنا حتى الصانع المغربي، حتى الصانع المغربي، حتى الصانع المغربي ما دخلش في هذا الشيء هذا. حنايا واش الهدف ديالنا خصنا التشاركيه؟ هاد الكراسي عندنا صناعيه مغربيين ولا صناعيين مغربيين صالحين غير باش يلبقوا غير يسوديو باش يصلحوا العيوب ديالو؟ راه ما يمكنش. حنا عندنا صانع مغربي ديالنا، عندنا كفاءات. الا نجيبوا حنا كراس من الشينوا اللهم ان هذا منكر، نساهموا في النزيف ديال الاقتصاد الوطني ونعاونوا واحد المقاول باش يساهم في النزيف العمله اللي حنا عندنا، واحد النزيف عندنا عجز في الميزان التجاري. راه حنا بيع وشرايه وكنتواجهوا كنخاطبوا المسؤول كنخاطبوا المواطنين كاملين. هاد البيع والشرايه راه هي سياسه المغرب. كنعرفوا كيجي عندنا المحامي كيتقدم عندنا، كيجي عندنا الشرطي، كيجي الطبيب، كيجي السياسي، كيجي كلشي، كنتحاوروا مع جميع العقليات. حنايا منين يجي واحد يجيب الكروسه من الشينوا بهذه الطريقه وبهذه الصيغه منقوله، بالله كيفاش هذا الشيء هذا؟ وبالعمله الصعبه واش ما عندناش حنا كفاءات في المغرب؟ حيت هو عنده، حيت هو عنده راس المال، حيت هو عنده راس المال كبير كيدير لك سبور من على برا. حنا عندنا معلومات موثوقه على هذا المقاول هذا، هذا المقاول هذا، هذا المقاول اللي دخلنا في هذا الكرارس هذا، هذا الكرارس هذا راه ما صالحينش البيعه والشرايه بداك الطريقه، داك الطريقة ما صالحيناش. الكروسة صغيرة جامع فيه، جامع فيه البيع والشراء ديال الملابس الجاهزة، وعندنا واحد كيبيع المنتوجات عدة منتوجات ما صالحاش. وفين الرؤية السباقية؟ فين هي؟ فين الرؤية السباقية؟ فين هي الرؤية السباقية؟ فين هي الرؤية فين هو النموذج؟ فين هو؟ فين هو؟ واش هاد الكروسة هادي ملي كيجي واحد كيبيع ويشري هكايا ما خدامالوش، أجينا نجي واحد آخر ونجيب أنا السودور ونقطع من هنا ونقطع من هنا ونسودي من هنايا ونزيد أنا نجبد لي فري ونخلص أنا عاود واحد المونطو واحد آخر باش ندير التغطية. هادك الشيء اللي كنشوفو راه بعينينا، راه دخل داك المقاول هو اللي دخل باش كيسير داك المسائل ديال التغطية. هذاك المقاول شكون بغا يكون في ملك الله؟ شكون بغا يكون في ملك الله؟ علاش ما جبتيش داك السودور وداك الصنايعي داك المقاولة المغربية وتشجيع المقاولة المغربية؟ وعلاش ما يكونش ذاك المقاول فاسي، الصانع فاسي ويخدم لنا شحال ديال عباد الله، نجيبهم حنا بالاكسبور من الدار البيضاء من جير من المطار من البور ويجيو نعطيهم لعباد الله ونوزعوا شادين مارشي فيه 100,000 كروسه صافي عطي لعباد الله السوق الشاغل دير قص النتيجه صافي الله يعاون. وهاد الناس هادو راه ما كاينش اللي خدا بعين الاعتبار ديالهم. واش دابا هاد الكروسه هادي دابا هكا في هاد الصيغه هادي نجيبوا سلعتنا اللي بغيتي بلا ما نهربوا؟ كاين واحد الشانتيو ها هو السلعه ديال عباد الله، ها هي، ها هو حطها هنايا، ها هو حطها هنايا، هي كتضيع، هي حاطه هنا كتضيع. دابا يجي هذاك المقاول اللي كيقول لك انا هو اللي الحبس في يدي واللي غيوقف لي في طريقي حتى انا ويعثر لي، يجي يستف لي هذه السلعه هذه يوريني الطريقه باش نستفوها. ما نخدموش حنا السدور، اما نقطعوا ما والو. هذه مبادره ديال صاحب الجلاله،
حطنا هذه المساله هذه، علاش نجيو حنا نصلحوا عاد نخرجوا في اصلاحات وقطع ودير ودير ودير؟ لا، عطيتيني واحد الحاجه، الدوله كتعاون هذا المواطن هذا بواحد المبلغ، هذا المواطن مفروض عليه يساهم في ذاك المبلغ، ولكن وريه وريه شجعوه راه يموت فيها ويعيش ولكن شجعوه ماشي تجي تفرض عليه تقول له الماده خلص، ومني كيجي كيشوف امام الامر الواقع ما كيلقى حتى شي حاجه، امام الامر الواقع ما كاين حتى شي حاجه، كروسه فيها واش حنايا بحالنا بحال داك مولاي الحلوه اللي باب مولاي ادريس نفس الكروسه؟ واش عمرك شي خضار عنده متر على متر في كروسه؟ واش عمرك شي واحد عنده الديسير الفروي عنده متر على متر في كروسه؟ واش حنا بحالي بحال مول الخبز اللي عطيه نفس الكروسه؟ واش انا بحالي بحال هذاك اللي كيبيع الحلوى ديال مولاي ادريس كروسه بحال بحال؟ ما يمكنش. واش انا عندي ملابس جاهزه، عندي السبرديلات، عندي الحوايج غنديرها في كروسه، فين نعلقها؟ دابا منين نجيو هكا شو على هذا البيشان؟ شو على حاله؟ مول البيشان هو غير حدا، انا كنعرفوا الحال الصناعي المغربي دخل في حاجه وحده، دخل في البيشان، احنا كنعرفوا دخل في البيشان، اما لك الشيء الاخر كله اكسبور، ولا كان شي حاجه يقولوها لنا، راه ماشي معقول هذا الشيء هذا، حنايا بغينا نجيو المسؤولين حنا يتحاسبوا، هاد الناس هادو خصهم يتحاسبوا بعدا على اياش، على هاد المساله، هاد المساله ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي ولينا كنشوفوا المستفيد الحقيقي منها، المستفيد الحقيقي منها هو اقتصاد الريع، ديما مول الشكاره، حنا مول الشكاره كنحاربوه، جات لعندنا جا لعند هاد البياع والشراي وحساب له راه الناس هنايا راه بالكرون ما كيعرفوش، راه البياع والشراي راه ذكي، راه البياع والشراي ذكي وكيتعامل مع جميع الاطراف، وعندنا حالات ولكن راه حنا خصنا الناس عاود الله يحسن العوان، راه كاين اللي ما عمرو جلس على مقاعد الدراسه، كاين اللي ما عمرو ما تحت له الفرصه يواكب الدراسه ويواكب، ما تحتلوش الفرصه، واش نلومو؟ ما نلوموش، إلا كنت أنا كنضارب باش هذاك ندمجو في سوق نموذجي، خصني نعطي واحد الحاجه اللي تنمى فيها ماشي فين يموت. دابا هنا راه كنشوفوا انا على هذه الشكيله هذه ما عمره ما ينجح، هذه مقبره جماعيه لهاد الناس كاملين، حنا عام وحنا جالسين عام وهذا السوق كما هو عليه، علاش ما تفتحش واحد الباب؟ علاش ما تفتحش واحد الباب للحوار؟ هالناس هما خدامين ولكن حنا فتح معنا باب الحوار نجلسوا شنو خص هذا السوق؟ كره هذا العام هذا كامل كره تهيئ، كره ولا سوق نموذجي، والسلطه تنزل بالحزم بيد وضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه يجي حرم على هاد الناس هاد البيع وشري رزقهم. انت ما كتبيع ما كتشري ومشيتي هددتي واحد القائد حيت انت صحيح بطال وعطاك بلاصه، دابا الناس اللي كيهودوا كنقلبوا على مالهم ما كنلقاوهمش، ها البيع وشري حنا ماشي شغلنا في ذاك الناس كاملين، ولكن عندنا الاولويه والاولويه ديال البيع والشري اللي حقيقي يستافد، اما واحد اخر راه ما كنحرمو حتى شي واحد، حتى واحد كلشي ترزق الله، ارض الله واسعه، ولكن غير يعطيني الاولويه لهاد البياع والشرايه بعدا، هما اللي معنيين بالامر، هما اللي وقع التهجيج ديالهم، هما اللي تهددوا، هما اللي بزاف د الحوايج داخلين عليهم، هما الاولويه لهم، وداك الساعات في شي حاجه واحده اخرى راه كنتوما عارفين، السلطه راه كتعرف وما خفيه كان اعدم. حنا منين نجي نقولوا حنا نديروا حفل افتتاح ونديروا حمله اعلانيه السيمانه كلها ونخسروا من جيبنا، ما دقينا على ابواب شحال من طرف دقينا عليه وقلنا له بينا النيه الصالحه ديالك، كلشي باغي غير مصلحته، ما باغيش مصلحه ديال هاد الناس هادو ما باغينش مصلحتهم كاع نهائيا. وهو صاحب الجلاله علاش كيحت؟ كيقول لك الانصات للمواطن، الانصات هكا الانصات وتفهم مشاكل المواطن. ملي كنجي لهنا كنقول لك واه هزيتيني عطيني فين نخدم، هذا واحد ما كيعرفش، هزيتيني من هاد البلاصه انا باغي نخدم. دابا حنا فين طحنا؟ في واحد الموقف تغيرت السلطه، جات واحد السلطه واحده اخرى سبقنا قلناها، هذيك السلطه اللي في هاد المنطقه عندنا الشرارده والمارينيين، المارينيين كيلوحونا الشرارده كيلوحونا المارينيين، حنايا حنا هادشي ما بزاف علينا، ما يمكنناش نتحملوا هاد الضغط كامل، ما يمكنناش، هادشي ما كناش نتحملوه، ولكن انا ملي ندير اعلان ديال السوق بان غنفتتح وسيمانه ديال الشغال، حنا عطلنا هذه الرايه ديال صاحب الجلاله والاسره العلوية صاحب الجلاله، قلنا لهم الله يجازيكم بخير، بغينا غير شي حاجه باش نعلقوا، راه حنا ما عندناش امكانيات، هذا رئيس المقاطعه قالنا نعاونكم ب 20 درهم، هذا منتخب سياسي ورئيس مقاطعه قالنا نعاونكم ب 20 درهم 20 درهم، هذا راه منتخب، يعني ملي تكون انتخابات يحل لك لاكيس ذاك الساعات مرحبا بك عنده، اما دابا ما عارفكش، دابا حيت انت كتجيه نوتر، كتجيه محايد نوتر، مع كتقول له فينك؟ بان معايا تواجه مع المواطنين، يا كتقولوا حنا جينا محاربه الفساد والاستبداد، تهدير المال العام، ها هو مال العام فين غادي؟ ها مال الدوله، ها رزقنا، ها مال الشعب. ملي كنجيو حنا كنقولوا حنا الشق المادي، اخلص عاد دخل، بحال هذه شنو كتعني لنا؟ هي خلص عاد شكي. واش هذا الشعار ما يتغيرش في هذه البلاد؟ خلص عاد شكي؟ ما يتغيرش؟ واعطيني علاش نخلص؟ اعطيني باش نخدم.
هاد الناس هادو راه ما خدامينش في الدوله، راه ما عندهمش التقاعد، ما عندهمش لاسينيسيس، ما عندهمش تغطيه صحيه، قطاع غير مهيكل. واش كنعرفوا شنو هو قطاع غير مهيكل؟ وتجي تشدوا واحد العشوائيه. كاين وزير مسؤول قال لك بان في المغرب كاين 80,000 فراش، حسبوها. ودابا اللي حسبنا راه لقاو 4 مليون، راه المغرب كله غيولي فراشه، راه وفات بالخصوص راه كلها فراشه. فين هما المشاريع الاقتصاديه؟ اذا بقى الناس باغا تخدم كاع، كاين اللي طلع له الزعاف خسر راس ماله. طب يلا عطيني شي مشروع اقتصادي دابا نهنيك مع هاد البشر يخدموا فيه. كاين اللي سمح مل، ما بقاش باغي هاد الشيء هذا. نجي انا نلقى الكرارس، نجي انا نلقى كروسه هي مقطعه من هنا، كرارس راه محيد لهم الروايد، بلايص ما فيهمش الكرارس، بلايص دم عليهم. وانت جايب واحد رؤيه كتقول لي انا عندي مسطره قانونيه خصني نطبق. هاد الناس اللي جاوا في السلطه الجديده ما فاهمينش الملف، ما عارفينش الحيتيات. ولكن الا بغيتي تعرف واحد المصداقيه جيتي عندنا بغيتو تخدموا قلنا نخدموا معاكم، ولكن خصك تشد داك الملف. هذاك الملف خصك تعرفو وتعرف شكون اللي داخل فيه وشكون مولاه وكيفاش جا هاد الشيء. هاد الناس واش جاو من القمر؟ جاو من الفضاء اللي دخلوا عمروا هاد السوق؟ راه ما جاوش من الفضاء، راه كلشي راه واضح. السلطه راه عارفه كلشي. خصنا انا كنقول الا غير شي حاجه بالشفافيه، الشفافيه ما كايناش، الشفافيه وما كايناش المصداقيه. اي واحد بالله اي واحد يهود دابا هنا تشدوا الخلعه. نهار السبت حنا راه حز في نفسنا، مرضنا، جاو عائلات. في التالي منين جاو كاينين الناس بغاو يبيعوا ويشريوا، كيقول له السيد المسؤول هز حوايجك وطلع عليا ما مخلصش. هو خلي بعدا نشوفوا غير واش غيبيعوا ويشري بعدا، خلي غير يبيع ويشري. هاد التوسل عطانا ما تحملوش مسؤوليتهم. هاد السوق نموذجي، واش هذا سوق نموذجي؟ حنا اذا في هاد الموقف كنفتحوا كنقولوا صاحب الجلاله والسيد الناس المسؤولين بان السوق هذا راه خارج اموال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بكل امكاناتها، كل امكاناتها خارجه لمن؟ خارجه للمواطن الضعيف واللي كيحس بالفقر والقهره والهشاشه. اذا شنو خصنا؟ خصنا هاد الشيء هذا، خصنا هاد الشيء نميوه وخصنا نوقفوا بجنبه بعدا. وينجح لي ورا الناس راه ما هرباش من الخلاص، ما هرباش. ولكن اعطيني شي حاجه لهاد الناس هادو، خلي ونجح لي، اعطيني شي حاجه ندخل عليها مزيانه. ما يمكنش. حنا راه عرفنا. واش انت تهز هم واحد، هز هم واحد مسؤول واحد عنده شركه فورنيسور يجي تهز له الهم وما تهزش الامه كامله؟ ولا ما يمكنش نضحينا بامه على ود واحد. وانا كنعرف هذا واش الكروسه منين جايبه، راه هزها فوتوشوب، هزينها كليكا حيت في المغرب كامل مشى هذا. واش هذه الكروسه هذه صالحه للبائع المتجول؟ علاش في مكينات كاين اسواق نموذجيه داروا الخضاره والفروي بلاصه كبيره؟ والخضار خصو بلاصه كبيره مرحه، ومول الفروي خصو بلاصه مقاده. انت عاطيه كروسه هنا بالحديد وهذه شنو غادير بها؟ دابا عاد حنا نجيبوا السودور كلينكس. واش نبيعوا السودور؟ وها هو على ذكر مول كلينكس، ها هو واحد عنده ليكوش هنا حاير بهم غير ليكوش، ما عرفش كيفاش يستفوا فوق ذاك الكروسه. كان نديروا حنا نستفوا حنا هذه السلعه كامله، مول ليكوش ما عرفش يستفها في السلعه. واكيد فين هو البلون ديال السوق؟ فين هو البلون؟ فين هو البلون؟ فين هو البلون؟ فين هو؟ فين هو؟ وهنا منين جينا كنقلبوا على هاد الناس هذا، واش حنا اللي غنديروا الدور ديال السلطه؟ هما ما جاوش. ها هو هاد المسائل هذه اللي كنحاربوها حنايا. ها هي دابا واش باغينا بالله عليكم، واش باغينا نوليو بحال هكا؟ واش نوليو بحال هكا بهاد الشيء هذا؟ هذا هو السوق النموذجي اللي بغاو. هاد الشيء هذا بهاد البرارك هكايا، هاد الشيء علاش بغاو؟ هذا هو السوق النموذجي. هذه راه اهانه. إهانة الرؤية المولوية صاحب الجلالة بأن سوق نموذجي يكونوا فيها هذه البرارك وهذا الشيء هذا، راه إهانة. إهانة إذا كنهضروا بالمنطق، بالمنطق والشفافية، راه هذه راه ماشي سوق نموذجي، إهانة. وجايبين هذه الناس راه اللهم إن هذا منكر. راه هذه الناس راه حنا بغينا شي حاجة هذه المدينة، راه قلبنا كيحرقنا على هذه المدينة وعلى هذه منطقة المارينيين. راه منطقة المارينيين راه بزاف ما يتقال فيها، راه جاوا وحدين استغلوها مرتزقة، دخلونا في السياسة ودخلوها في حسابات ضيقة كيتجمعوا غير بيناتهم. اذا هذا مال الدوله، بان هذاك المسؤول هذاك اللي عنده بزاف ديال الوظائف ما يقدش يفرط في نهار واحد من الصالير ديالو. الحق الاضراب الا داروه كيقطعوا لهم من الاضراب، دابا كيقطعوا لهم الاضراب كينوض كتقوم الدنيا والدين، ما تنقص ليش من الصالير. وهاد الناس هادو مساكن هادو شكون اللي يعطيهم الصالير ديالهم؟ هاد الناس هادو راه عايشين غير على باب ولاد باب الله. الا غنصاوب له شي حاجه وما نجيش عند داك البياع والشراي ونحكر عليه. انا كنقول حنا كنعترفوا بالرؤيه المولويه. صاحب الجلاله والمبادره خرج واحد المبلغ كبير، وحنا كنقولوا داك المبلغ كبير راه كان يستثمر في افضل حله. هذا السوق هذا كان يكون في افضل حله ويكون نموذج انطلاقه حقيقي هي اللي نهضات من نهضات المارينيين. خصنا يكون ماشي رمز ديال المنطقه، هذا المشروع هذا كان خصو يكون رمز انطلاقه ديال التنميه ديال منطقه المارينيين وتنميه المارينيين. راه انطلاقه خصو يكون. ملي كنجيو كنشوفوا هكا كنقولوا بان هما باغيين هذه المنطقه تبقى هي هذه. وهذا النهار سمعنا شي حوارات وسمعنا شي اسلوب لا يمكن.
واش حنا بلادنا باغينا الفوضى؟ راه كاينين حتونا باش نهودو نديرو الفوضى هنا في السوق. حتونا كيقول لك هود دير ودير ودير ودير. حشومه هادشي هذا، راه عيب وعار نخرجوا لمنطقه الفوضى وعلى يد من؟ على يد سلطه. واحد كيصيفطك عنده واحد سير عنده دير له فعل له وترك له. واش دابا هذا منطق؟ شكون اللي غيحمي هاد الناس هادو؟ شكون اللي غيحمينا؟ راه كاين دستور، راه كاين دستور جديد جا وطمعنا في ذاك الدستور الجديد 2011 بالمتغيرات اللي فيه وبالحقوق والمكتسبات اللي خديناها، ولكن العقليه القديمه، العقليه الرجعيه راه باغا تسيطر على البلاد، وحنا راه حنا ضد ذاك العقليه الرجعيه. لكن شي عقليه تقدميه نخدموا معاها وننميوا المنطقه مرحبا، ولكن عقليه رجعيه لا للعقليه الرجعيه، لا للعقليه التخلفيه. حنا مع التقدم، مع التنميه المستدامه، مع الجهويه المتقدمه اللي كينادي بها صاحب الجلاله. حنا ماشي مع ذاك العقول المتخلفه ولا اللي كيسترزقوا على ظهر عباد الله. لا الاسترزاق على ظهر عباد الله، ممنوع الاسترزاق على ظهر عباد الله وعلى الضعفاء. اجي عندي واجلس طيح معايا التيران وواجه المواطن. اذا كنت كتواجه، اذا كنت عندك كتخاف من الله وكتقول انا جيت نحارب الفساد والاستبداد، ها المواطن مضرور، ها انت ما جيتش توقف جنبه، ها انت واش خفتي؟ فين هي الحقيقه؟ اذا كنت كتخدم بالشفافيه جيب لنا قدام المواطن. دابا ملي كنجيو كنهضروا مع رئيس المقاطعه كيقول لك انا شريت، انا اللي عليا شريت الوعاء العقاري. دابا هذا مسؤول، دابا هذا مسؤول منتخب، مسؤول منتخب كيقول لك انا اللي عليا شريت الوعاء العقاري. مع من تشاورتي؟ الوعاء العقاري دخلونا في واحد الخطه محكمه مزيان مدرسه بان الناس عارفين هنا ما غيقبلوش على هذه الصيغه، وهذا المواطن غيخرج في مواجهه مع السلطه، وغادي يجي واحد اللوبي اللي غيركب على الحدث. هما مولفين كيركبوا على الاحداث، ركبوا على الحدث ديال 20 فبراير ما خرجوش نهار الاول للشارع، وركبوا على ذاك الحدث واللي تمخض على الربيع العربي. هما مولفين كيركبوا على الحدث، ولكن راه هذا الحدث هذا ما يركبوش عليه، هذا كيخصنا وكيخص منطقتنا وهذا فيه وكيخص مدينتنا. راه هذا الشيء راه ما خدامش. الا كان شي حاجه المعقول يوريوها لنا، الا ما كاينش المعقول ديغاج، ما كاينش المعقول ديغاج. الى مزبله التاريخ، التاريخ كيشهد، التاريخ كيشهد وكيسجل بمداد من الفخر اللي كيوقفوا في هذه البلاد ورجال هذه البلاد، وكيسجل كل الندل وكل الجبان وكل خائن كيسجلوا بمداد من العار والذل والهوان. ها احنا، ها فاس، هيا فاس كلها صوتات عليكم، ها هما الناس ديالها كيحتضروا. هودنا البارح جينا للورد طالبنا بهذا الشيء، اول ما جينا نهضروا معاهم قال لك انتم مشوشين، حنا ديما ولينا مشوشين، حنا غبيعه وشرايه. قال حنا غنعطيهم مستغلين الترصات. ملي كنجيو كنهضروا معاهم على شي مسائل، مسائل قانونيه ما كاينش، ما كاينش اللي يجي معاك للتيران ولا ينزل معاك ولا يقول لك انا المواطن. دابا نتحداهم، نتحدى اي واحد فيهم يجي يوقف معنا في هذه اللحظه هذه، المواجهه مع المواطن. ما كيوقفوش في جنب المواطن وما يوقفوش، حيت عارفين في كرشهم العجينه ما قادينش. وهذا المواطن مع ومع العموم على العلم ان هذا المواطن هذا راه ما باغي لا فوضى لا والو، كيهضر بالمنطق، كيقول لك الشريف انا كنعرفك انت اللي نتحمل المسؤوليه، صوتت عليك ولا ما صوتش عليك؟ انت خديتي على عاتقك المسؤوليه، ما قادش بالمسؤوليه. اما تجيش تكذب على عباد الله وتقول لهم انا غندير وندير، وتجي تقول لهم انا المشوشين ما خلاونيش نخدموا. الا كنعرفك تواجه ذاك المشوشين اللي كتقول مشوش، واجهه خليه يهضر شنو عنده، ولا عندك انت الصحراء غتغلبوا، غتعطيه المعطيات ارقام، ما عندكش ذاك الشيء. حيت كنا ديما حنايا خصنا نركبوا على الاحداث، دابا لقاو وسيله سهله ذاك المشوشين هذه. وانا منطق هنايا دابا هذه البيع والشراء دخلنا لكم بالله، واش يبقاو في الزنقه؟ حتى ليمتى؟ راه ما عندهم الصالير ما ياكلوا، ما بقالوش ما بقالو ما ياكل. هذه الحقيقه. تقول لهم فاس بخير، وديك المساله ديال فاس بخير راه مازال كنعقبوا عليه ومازال ان شاء الله معاه، وما شرط والو. فاس بخير، فاس بخير، فاش فاس بخير؟ دخلنا عليكم بالله، فاش فاس بخير؟ ها هو في عهد ديالهم، في العهد ديالهم ها هما حاضرين، ها هما ما قدوش يديروا حتى سوق نموذجي في المستوى. ولونا المجتمع فاشل، ما قدوش يديروا سوق نموذجي في هذه المنطقه بالمستوى على فاس. راه كما ذكرت راه السوق اللي كاين دابا في الامام علي ولاد السعاده، راه المقاول هو اللي دخل بالالتواءات ديالو باش ينجح ذاك المشاريع ويجيب السدوره باش ينجحهم. حنا هنا قلنا لهم لا، صاحب الجلاله كرمنا وبغى يعطينا واحد المشروع وحنا غنساهموا فيه، وحنا غنساهموا فيه، حنا ما كننكروش غنساهموا، ولكن ديروا لنا داك الشيء اللي امركم به صاحب الجلاله، ديروا لنا داك الشيء اللي قال لكم صاحب الجلاله. اول سوق نموذجي عطى التدشين ديالو، وكان رفض السوق الاول اللي كان تصاوب في الرباط، قال لهم هذا الشيء ماشي هو هذاك. ديروا اسواق نموذجيه لذاك الناس المساكن حقيقيه. واش تعزوا فينا صاحبي شي حاجه زوينه؟ واش تعزوا في هاد الناس شي حاجه يستافدوا منها؟ حقنا وهذا الشيء راه ماشي معقول. بغينا غير حقنا. واش تعزوا فيهم؟ وراه باغيين يعيشوا بالعيش الكريم، وراك باغي العيش الكريم، وفين هو العيش الكريم؟ راه هذا العيش القهره، وراه هذا العيش القهره. واحد اخر راه كان عنده، عندنا حالات
راه كاين اللي مسكين خرج الظروف ديالو ما سمحاتلوش ودابا راه بغى يترزق الله وبغى يخرج من الانحراف وبغى يخرج من الضلال ويخرج من بزاف د المسائل. دابا منين هو جا وبغى يترزق الله كان وندمج مع الناس، جيتي انت كتحيدو كيحس بالقهره كيقول لك غنخرج شنو نخرج كما هاد النهار سمعنا وهود ولا عندكم شي جنا وهود للسوق. هذا اسلوب، هذا اسلوب تواجهني به السلطه، عند السلطه تقول لي هود بجنوه هود عند السلاح. هذا مستوى، هذا واش هذا مستوى اللي تقول لي هود هود عطي لمو؟ انا واعي، الرئيس واعي، خوت واعيين، ما بغيناش نطيحوا في ذاك المنزلق. هذاك المنزلق كيدي للفوضى وكيجي وحدين اخرين لا علاقه بينه وغيمشيو الضحيه هو البيع والشراي. البيع والشراي ما بغيناش يكون ضحيه، واقفين جديين. اما زي كنقولوها الا كاينين شي رجال يبانوا لنا حنا مستعدين ننجحوا هذا المشروع. اما على هذا الشكل هذا راكم حاكمين عليه بالاعدام هذا السوق. هذا راه هنا وحشومه غير بالمنطق، واحد 30 عام هو كيبيع وشري في الشارع، جيتي انت بشرتيه قلتي له راه غنعطيك مشروع سوق نموذجي، قال اللهم لك الحمد يا ربي لك الحمد اللهم الله يطول في عمر سيدنا. منين جا لهنايا ضربوا بو صفير مسكين، ضربوا بو صفير امرض حتى شي جدريه اللي كانت عنده كلاها جا. واش هذا هو السوق النموذجي اللي هذا هو السوق النموذجي اللي غيعوضوني به؟ بغاو يخليو الناس تقول كلام العيب صاحب الجلاله، ولكن حب صاحب الجلاله في القلوب ديال المغاربه كاملين. راه هذوك المرتزقه، داك المرتزقه هما اللي باغيين كيقلبوا يركبوا على الاحداث ويزرعوا الفتنه في البلاد باش في التالي يبانوا هما كابطال. باغيين حنا واقفنا بجهد الله ونوقفوا اي مرتزق، اي مرتزق بغى الخراب لمدينه فاس ولا بغى الخراب للمغرب راه ما عمرو ينجح. راه المغرب راه هو بلد الاحرار، راه المغرب بلادنا وغنموتوا عليها وغنفديوا رواحنا على صاحب الجلاله وعلى هذه البلاد هذه. وشعارنا المقدس دائما الله الوطن الملك. حنا هذا المقاول هذا كنطالبوا من هنا السلطات، سلطه المبادره سلطه الوصيه تمشي تقلب فيه، مشي تقلب فيه. راه هو الا كنا كنحاربوا العشوائيه راه هو عنده ديبو في كيت مونطاو هاد الكراس عشوائي. يا منين نمشي انا مول الشكاره هو عنده العشوائيه ونجي نحارب انا واحد عنده كروسه؟ واللي بغى يعرف هاد الديبو راه انا نقول لكم من دابا السلطات راه عارفه، راه السلطات دعين الشقاق راه دايره ماليد، وطلعوا عندهم وشوفوهم وقولوا له داك الجبل اللي شريتي في عين الشقاق المشروع الجديد اللي في خبارهم كيدور التليفونات لمولين الشكاره كله فيما يكون شي مشروع مستقبلي كيعلموهم باش يشريو. كما عيطوا له وقالوا له شري قطع ارضيه باش راه دايز له تروت وبقى الزريع وكذا وهذه وهذه وبزاف د الحوايج. شنو بغى يكون في ملك الله؟ هذا الشيء حنا كنطالبوا ما يجيش شي واحد يستغل، ما يستغلناش. اللي باغي يخدم هذه البلاد مرحبا به، واللي باغي الخراب هذه البلاد ديغاج. كما بغى يكون نوعه كما بغى تكون صيفته ديغاج لاي خائن اللي ما كيتحملش مسؤوليته. كنقولوا له ديغاج، الشعب كيقول لك ديغاج، الشعب عاق بكم، باي باي، سالات المهله ديالكم، ما تكذبوش علينا، ما تكذبوش على الناس، إذا كان شي حقيقة واجهونا بها، نزلوا معنا للتير نميوها، حنا وراء صاحب الجلالة في السراء والضراء، ومع الشعب، وولاد الشعب، والله الوطن الملك.